انت بتزعلي علشان ما عملتش فطار؟ ايوه، انت عايزاني اروح الشغل جعان؟ انت مهمله، انت اللي اناني وما بتحبش غير نفسك. يوه انا زهقت زهقت. ايه الدوشه دي يا علي؟ بابا وماما بيتخانقوا زي كل يوم، بس النهارده بيتخانقوا بدري قوي، دي الساعه 6 الصبح. طب تعالى يا علي نحاول نصلحهم على بعض. ايوه زي كل يوم. يوه انا زهقت انا زهقت خلاص. خلاص بقى، انتوا صحيتونا من النوم. في ايه؟ كل يوم بتتخانقوا؟ احنا ورانا مدرسه كمان شويه. معلش يا اولاد، انتوا عارفين ان مامتكم مجنونه. انت بتقول ايه يا بابا؟ ما ينفعش تقول كده. انا مجنونه؟ طب انا مش عايزه اعيش معاك. عندك حق، احنا مش هينفع نعيش مع بعض تاني. ايه مش عايزين تعيشوا مع بعض؟ طب احنا هنعمل ايه؟ طب هو انا هعيش مع مين يا ماما؟ هتعيشوا معايا اسبوع ومع باباكوا اسبوع. يلا اطلعوا البسوا وهاتوا الشنط بتاعتكم، هتيجوا معايا البيت الجديد. هنعمل ايه يا علي؟ على فكرة ممكن الموضوع ما يكونش وحش كده، هنروح لماما اسبوع وبابا اسبوع ومش هنسمع خناقاتهم تاني. لا انا عايزة اعيش معهم هما الاتنين. معلش يا توتي، احنا مش هنعرف نعمل حاجة. يلا جهزي نفسك. ما تقلقوش خالص يا ولاد، هتحبوا بيتكم الجديد. يلا احنا وصلنا يا ولاد. الله، بيتنا لونه بينك، ده حلو قوي قوي. ولسه عامله لكم مفاجآت كتير عشان تحبوا بيت ماما اكتر من بيت بابا. البيت هنا فيه حمام سباحه، هخليكم مبسوطين قوي. بس كمان شويه اوديكوا لباباكم علشان تشوفوا البيت الوحش اللي هو جايبه. البيت شكله ظريف يا ماما، انا هطلع اخد جوله. يلا تعالي معايا يا توتي. الله، بيت بابا شكله جميل قوي يا توتي. ايوه فعلا، ده مليان عربيات. ايه القرف ده؟ البيت شكله وحش جدا، وبعدين هو مش عايز يفتح ليه؟ اكيد نايم كالعاده. تعالوا يا ولاد انا هفتح الباب بالعافيه. يلا زقوا معايا. الله، البيت ده جميل قوي يا ماما، ده احسن من بيتك. لا طبعا، ده ريحه البيت وحشه جدا. يلا روحوا دوروا على باباكم. انت سايبنا ونايم وعارف ان علي وتوتي جايين لك النهارده؟ انت فعلا شخص مش مسؤول. بتتخانقوا ليه تاني؟ انا اسف، ما كنتش اعرف الساعه كام. ازيكم يا اولاد؟ ازيك يا بابا، احنا جينا النهارده علشان نشوف بيتك ونقعد معاك شويه. انا همشي وهاجي اخدهم بعدين. يلا سلام. معلش يا اولاد انا مرهق جدا وعايز انام شويه. يلا انزلوا اعملوا لنفسكم اكل واتفرجوا على البيت واتفرجوا على التلفزيون شويه. ايه هتنام؟ ايوه واطفي النور معاك. يلا يا توتي. علي، بابا عمره ما كان كده، انا حاساه زعلان قوي. ايوه شكله مكتئب جدا، احنا لازم يا توتي نحاول نساعده ونخليه مبسوط. ايوه يا علي تعالى نعمل له اكل جميل. ايوه فكره حلوه قوي يا توتي، يلا بينا. شطره يا توتي، الاكل ريحته حلوه جدا. ايوه انا متحمسه جدا. ايه يا اولاد اللي انتوا عاملينه ده؟ عملنا لك يا بابا الاكل اللي انت بتحبه. لا يا اولاد انا مش عايز اكل، انا هطلع اتمشى شويه، كلوا انتوا. ايه ده؟ ده سابنا ومشي. مش مهم يا علي، تعالى نتفرج على التلفزيون. انتوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ انتوا بتاكلوا حلويات؟ انا مش منع الحلويات دي. ايه ده؟ لا لا يا ماما، دي مش حلويات، دي كحكة بعجوة. وانتي يا بنت بتاكلي توريتوس؟ مش بيوجعلك بطنك ده؟ لا لا يا ماما، ده كيس فاضي وبحاول افرقعه. انا هوريكم
بس فين باباكو؟ بابا خرج يا ماما، طلع يشتري حاجات ورجع على طول. ما تقلقيش يا ماما، احنا كويسين. ازاي يسيبكوا لوحدكم؟ انتوا لازم ترجعوا معايا البيت. يلا تعالوا ورايا. ايه يا ماما، هنعمل حاجة تبسطنا النهاردة ولا لا؟ لا انا متضايقة منكم جدا، انتوا هتنظفوا البيت وتغسلوا الاطباق. يلا حالا حالا. بسرعة. خلاص يا ولاد كفاية كده. اخيرا. بصوا يا ولاد، انا اتفقت مع باباكم، انتوا هتعيشوا معايا اسبوع ومع باباكم اسبوع، وبعد الاسبوعين دولا هتكرروا هتعيشوا مع مين للابد. ايه ده يا ماما، انتوا عايزين نختار؟ انا عارفة ان الموضوع صعب عليكم، بس انتوا لازم تختاروا ما بين بابا وما بين ماما. وطبعا الموضوع سهل، انا اللي هفوز. يا ماما طبعا طبعا. علشان تعرفوا ان انا بحبكم قوي جبت لكم بانكيكس. ايه ده يا علي، دي ماما اتغيرت قوي. ماما انت عارفه ان احنا بنحبك انت وبابا. طبعا طبعا، بس انتوا عارفين انا احسن ام في الدنيا. شكلنا هنتدلع الاسبوعين دول يا توتي. ايوه باين كده. ايه رايكم يا ولاد في اليوم النهارده؟ حلو جدا يا ماما، احنا عمرنا ما رحنا البحر. ايوه انا مبسوطه قوي، قلت لكم انا ام حلوه قوي قوي، هتنبسطوا معايا. يلا بقى ننزل نعوم. ايه رايك في حركه تايتانيك يا بابا؟ الله جميله جدا يا علي، يلا بينا نرقص. الحقوني. ايه رايكم بقى في الاكل يا ولاد؟ حلو قوي يا ماما. وطبعا علشان انا احسن ام في الدنيا، انا قررت ان انتوا ما تروحوش المدرسه الاسبوع ده بحاله، وهنعمل بقى حاجات حلوه كتير قوي مع بعض. لا يا ماما ما ينفعش، احنا ورانا حاجات كتير في المدرسه. وانا كمان يا ماما ما اقدرش اغيب من المدرسه. خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا بحاول اخليكم مبسوطين. طيب تحبوا اعمل لكم ايه عشان تبقوا مبسوطين؟ مش عايزينك تعملي اي حاجه يا ماما، احنا بنحبك من غير اي حاجه. الموضوع بس صعب علينا يا ماما، اللي احنا نختار ما بينك وما بين بابا. ايوه يا ماما احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نعيش معاكم انتوا الاثنين يا ماما. للاسف مش هينفع، انا وباباكم مش هنبقى مع بعض تاني، فلازم تختاروا حد مننا. انا مبسوطه قوي، انا هغلبك يا توتي. اهم حاجه انكم مبسوطين يا اولاد عشان تختاروا بابا تعيشوا معاه. احنا بنحبكم انتوا الاثنين يا بابا، مش هينفع نختار ما بينكم. لا لازم تختاروا، لاني مش عايش مع مامتكم تاني. خلينا نفكر يا بابا، احنا عايزين نروح. ماشي فكروا، بس لو اخترتوني هعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها. هنعمل ايه يا علي؟ لازم بابا وماما يرجعوا لبعض. انت عندك حق يا علي، بس هنعمل كده ازاي؟ احنا لازم نخليهم يتقابلوا ونخليهم يتكلموا مع بعض هما الاثنين. ايوه يا علي برافو عليك. يلا يا توتي نبدا الخطه. ماما ماما كنا عايزينك في حاجه. خير يا ولاد؟ عايزين ايه؟ احنا عايزين نروح ستاربكس النهارده الساعه 8. طبعا مفيش مشكله، نروح مع بعض. ماشي يا ماما، احنا نطلع نلعب شوية. بابا بابا. خير يا ولاد في ايه؟ بابا احنا عايزين نروح النهاردة ستاربكس الساعة 8. طبعا مفيش مشكلة. خلاص اتفقنا يا بابا، نقابلك هناك الساعة 8. ايه رأيكم يا ولاد، المكان جميل؟ ايوه يا ماما حلو قوي. خلاص يلا خلصوا بسرعه عشان نمشي، وراكم مدرسه بكره. لا يا ماما استني بس شويه.
ازيكم يا اولاد؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ الولاد قالوا لي اجي معاهم. هم قالوا لي انا كمان برضو كده. انت اكيد عايزهم يختاروك انت. وانت كمان عايزاهم يختاروكي انت. بابا ماما احنا اللي جبناكوا هنا مع بعض. ايوه يا بابا، ايوه يا ماما، احنا مش عايزين نختار ما بينكم، احنا بنختاركم انتوا الاتنين. يا ولاد انا عارفه ان الموضوع صعب عليكم بس هتتعودوا. لا يا ماما، احنا عايزينكم مع بعض. الولاد عندهم حق، ما ينفعش نخليهم يختاروا ما بيننا. تعالي ندي لبعض فرصه تانية، عشان واضح ان الاولاد محتاجيننا احنا الاتنين. واضح ان احنا اتصرعنا ان احنا بعدنا عن بعض. خلاص يا ولاد احنا هنعيش مع بعض تاني. هيه هيه الخطه نجحت. ايوه نجحنا. هيه هيه.